هو لقاء انا اظن ان هو يختلف اختلاف كبير جدا عن اللقاءات اللي قبل كده. نادي الزمالك يمكن السنه دي يعني عنده نخبه من اللعيبه على اعلى مستوى، وده دليلها ان هو لغايه دلوقتي هو متصدر الدوري. فالماتش الموسم ده مختلف اختلاف كتير جدا عن المواسم اللي فاتت دي. معظم الماتشات بتاعت المواسم اللي فاتت دي كنا يعني بنجزم ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يكسب ويحقق كل اللي هو عايزه. اكيد ان السنه دي بقت اصعب شويه، وده باينه في زي ما بقول في المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي وفي نتائج نادي الزمالك. وعشان كده الماتش يمكن يعني هو الماتش هيبقى في الملعب، اللي هيقدر يشتغل في الملعب بشكل كويس، واللي يقدر يتمالك اعصابه في الملعب، واللي يقدر ان هو يتعامل مع الامور بشكل فيه ايجابيه، واللي هي والفرقه اللي هتقدر تنفذ تعليمات المدير الفني بتاعها ومش هتطلع من الاطار بتاعها، اكيد ان هي دي الفرقه اللي ممكن تكسب المباراه. لكن انا عندي برضو حاجه، ان احنا بنقول لما الاهلي لو الاهلي كسب يعني خد الدوري، الزمالك كسب لا الكلام ده مش مظبوط قوي. لا الدوري السنه دي مختلف اختلاف كبير جدا، وكل الماتشات في منتهى الصعوبه، وده دليلها ان انا ما اظنش ان النادي الاهلي لما يروح يلعب اي فرقه هو ضامن التلاته بونت في جيبه. لا الامر بقى مختلف. كذلك بالنسبه للزمالك، الزمالك الماتشين اللي فاتوا اللي هم في الدوري متعادل مع الجيش ومتعادل مع المقاولين. الماتش دوت في حاجه حصلت، اصل كانت المدير الفني بتاعهم استفزنا بشكل رهيب، استفز الناس بشكل يعني غير معقول. اكيد الاستفزازيه ديت اكيد ان هي اثرت في لعبتنا بشكل كبير جدا، ودي كمان خلتنا حفزناهم تحفيز كبير بشكل رهيب، لانه يعني تعامل مع النادي الاهلي واتكلم عن النادي الاهلي كانه بيلاعب يعني فرقه من الفرق القليله جدا، او الفرقه اللي هي اقل منه بشكل كبير. وده امر طبعا اكيد ان ده امر كان له دور سلبي كبير جدا عليهم، وكان له دور كبير جدا ايجابي علينا. عشان كده يمكن يعني النتيجه كبيره جدا، والنتيجه دي ما جاتش اعتباطا كده، لا جات لاسباب فيها كانت الراجل شدنا من جوانا، عشان كده يمكن يوميها طلعنا افضل ما عندنا كجهاز وكلعيبه. احنا كنا مبسوطين جدا، وكنا يعني في سعاده ما بعد سعاده. معلش انت بتكسب الزمالك، بتكسب لو بتكسب الزمالك ايه مكسب، اكيد ان دي فيها سعاده كبيره جدا، ما بالك بقى لما تكسبه كمان سته وبالسكول ده؟ لا طبعا الامر مش الظاهر، الباطن جواه كان الراجل طبعا سعيد سعاده كبيره جدا. يعني احنا فعلا محتاجين يبقى عندنا يعني ثبات شويه بالنسبه للجمهور، ولازم الناس يعني تعرف ان احنا يعني الكوره متعه، واحنا متواجده عشان الناس تتمتع بيها وتروح بيها عن نفسها. لكن للاسف احنا دلوقتي برضه بقينا نستعمل الكوره استعمال سيء جدا، وبقت لها تاثير سلبي كبير جدا على حياتنا، بدليل ان احنا في ناس ساعات بتموت، وساعات بيحصل يعني شق للوجوه بالنسبه للاصابات وحاجات صعبه جدا. وده امر طبعا اكيد ان هو ابعد ما يكون عن كره القدم، وابعد ما يكون عن الروح الرياضيه اللي احنا كلنا نتحلى